أقيم في بيروت المهرجان الدولي للخريجين العرب من جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا، وتخللت المهرجان العديد من العروض الموسيقية الفولكلورية الروسية التي أحيتها فرقة بالالايكا الشهيرة. على وقع أنغام فرقة البلالايكا الروسية الشهيرة، أقيم في بيروت المهرجان الدولي للخريجين العرب من جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا. المهرجان نظمته الأكاديمية الدولية للدبلوماسية الشعبية في روسيا الاتحادية، ويهدف إلى تفعيل العلاقات الثقافية ما بين الشعوب. نحن بإمكاننا أن نحل جميع المشكلات إذا استمع منا الواحد للآخر، إذا فهم الواحد منا الآخر، إذا عملنا سويا، وهذه هي مهمة الدبلوماسية الشعبية. حناجر لبنانية صدحت بغناء روسي، وفرقة روسية تمايلت على إيقاع الدبكة اللبنانية، هي المساحة المشتركة المرجوة للتواصل ما بين الحضارات التي لطالما نادت بها روسيا الاتحادية كوسيلة للتخاطب. المظهر الأساسي للدبلوماسية الشعبية المتفاهم عليه اليوم يسمى القوة الناعمة. القوة الناعمة بحد ذاتها تعني الجاذبية الثقافية لدولة ما، وهذه الجاذبية هي القاعدة للمنافسة بين الدول، وروسيا تملك قدرا كبيرا من الجاذبية الثقافية. وقد شارك في تنظيم المهرجان جمعية خريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية والروسية، إضافة إلى المركز الثقافي الروسي في بيروت. هذا النشاط يندرج ضمن عدة نشاطات يقوم بها المركز الثقافي الروسي، وجميعها تهدف إلى إبراز صورة روسيا أمام المجتمع اللبناني. هذا النشاط يدخل في هذه السياسة التي تعتمدها روسيا الاتحادية. نجم المهرجان الأول كانت فرقة بالالايكا التي عزفت أشهر المقطوعات الفلكلورية الروسية، لعل من أبرزها روسكي مارش أو المارش الروسي. لأن السلاح الأنجع للتفاعل ما بين الحضارات يبقى الثقافة، فقد ارتأت الأكاديمية الدولية للدبلوماسية الشعبية في روسيا أن تأتي إلى لبنان وبرفقتها فرقة بالالايكا الشهيرة، على لغة السلام والحوار تطغى على لغة الخصام والاقتتال في ظل ما يشهده العالم العربي من متغيرات. أحمد شلح، روسيا اليوم، بيروت.